ذريع سؤال. سأل. هل يجوز لي أن أتبع طريقة صوفية؟ لا لا تتبع طريق، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يعني في القرآن ما قال الله اتبعوا طريقة صوفية الشاذلية أو الرفاعية أو إنما قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. راضي بالآية أو لست براضي؟ راضي بالله طبعا. الحمد لله. السلام عليكم.